مشهور استاذي استاذي سيباسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني الحضور في هذه الندوة وتشرفني هذه الدعوة من طرف الجمعية الشابة والمجتهدة واللي أنا من أكبر متابعيها كممثل ومندوب على الحراك الشبابي في البلاد. نشكر جمعية أنا مصطيف. الموضوع اليوم كما بلغني من إخوة هو مقاومة الفساد. أنا شخصياً حبيت نفهم أكثر الموضوع، لذا فسرت بالطريقة التالية، عملت مجهود وقسمت الموضوع على كلمتين: المقاومة والفساد. المقاومة نعرف الكل شنو معناها وما تحمل من معاني الرفض والتحدي لكل ما هو منافي ومضاد لإرادة مجموعة ما ضد مجموعة أخرى أو قرار ما. واضح؟ واضح. الفساد. مرحبا بكم في البلاد التونسية. قالوا تونس حرة، حرة بحرارية. أسبوع زين القهدة. بين أسبوع 2011 أسبوع 2014 عملوا ثلاثة حكومات. الآخرين هما الفساد، هما اللي يدخلوا الحبس على خاطر جورته. على خاطر كي تمشي تبلغ تخدم بلادك، مش تخدم في الطاحونة. أما كي تعطي الباكو وتطفي الضوء، يحمشوها الطابونة. على خاطر الرشوة حشوة، وش على تعدي. هذا لا يمنع إنه فما شكون عنده ضمير ومازال يمشي يشكي. تونس، أما تونس تحكيوا عليه. أنا درسون، أنا درسون. أنا قهوة رفيعة. تريو فيتكم، بفسيتكم، مأسيتكم بأسماتكم. سيستمكم ضد أحلامكم، ونحن ضد سيستمكم. شوف يا جماعة، إحنا. أرسوا في عبد الله القشة أكثر من يزوروا في الأخبار. قطعة دينار في يدي، هل أشتري بها قطعة رغيف تسد جوعي؟ أنا أمدها لموظف بريد ببلدية يقضي لي مصلحتي. يا شعبي حبوا فرقوك يخربوك يبعدوك ويقسموك. احنا في بلاد، في بلاد ارجع قدوة. البلاد بلادنا حتى كان حتى لو كان في الفساد غالي. ترى مصرية في الفساد السياسي. احنا مشينا نظام سيستم دفاعي. احنا بلاد لدير يما كيما اللي ما يقدرش قاعد فما. بلاد رشين يما اللي يتكلم على حقه قاعد فما. اما اليوم بسلامنا وشبابنا بركوا سيستمنا. تبعني نكسروا هالبلوك اللي احنا تبنينا، تبعني نبنيو الدنيا زين. نوقفوا لبلادنا ونصلحوا من عبادنا. وقتاش تنحى الرشوة؟ قالوا وقت اللي تحلوا عينيكم انتوما. ايا حلوا لنا عينيكم يا جماعه.